سماعة رهيبة تخليك تشبكها في الاكس بوكس والبلاي ستيشن والبي سي في نفس الوقت. سماعة الأسترو 50X تعتبر أحدث سماعة في سلسلة الأسترو. أول ما تفتح العلبة راح تظهر لك السماعة قدامك وفيها سلك USB فوقها، وبعدين لما تشيلها بتلقى تحتها قاعدة الجهاز. تصميم السماعة ما اختلف كثير عن الأسترو A50، نفس الشيء بالضبط. فيها ثلاث أزرار على أطراف السماعة: زر التشغيل، زر التبديل بين أجهزة، وزر الاتصال في البلوتوث. وعلى السماعة نفسها فيها أزرار موازنة بين صوت اللعبة واللاعبين. طبعا مثل ما قلت لكم، أكثر ميزة أبهرتني ولا عمري شفتها في أي سماعة ثانية هي إنك تقدر تشبك ثلاث أجهزة في نفس الوقت: البلاي ستيشن والإكس بوكس والبي سي. وهذه بتريحك كثير لأنك بتقدر تبدل بينهم بضغطة زر، وما راح تحتاج إنك تفصل أسلاك أو تشبك أسلاك. وفيها تقنية اسمها بلاي سينك، واللي بتخليك تبدل بين أجهزة بضغطة زر وبكل سهولة وسرعة. ولأنها سماعة مخصصة للألعاب، فطبيعي إنها تعطيك تجربة ممتازة من ناحية الصوتيات في الألعاب، لأن القطعة المسؤولة عن إنتاج الصوت مصنوعة من مادة البرو جي جرافين، واللي راح تعطي جودة عالية في الصوت. أكثر مشاكل السماعات اللاسلكية اللي تواجهكم هي اللاج اللي يصير أحياناً، وأيضاً صوت الزن الخفيفة خصوصاً لما ترفع مستوى الصوت مرة عالي. لكن في السماعة هذه فيها تقنية اسمها Light Speed Wireless، واللي راح تعطيك أفضل جودة صوت ممكنة من غير لاج، ولا راح تسمع صوت زنة فيها. يعني راح يعطيك اتصال قوي جدا وجودة صوت واضحة بتردد من 16 إلى 48 كيلو هرتز. مهما رفعت مستوى الصوت راح يكون واضح جدا. والقاعدة اللي تجي معاه صار عليها تطوير ملحوظ من ناحية المميزات، فالحين صار فيها مدخلين HDMI 2.1 عشان تشبك فيه جهاز بلاي ستيشن 5 والإكس بوكس في نفس الوقت. وفي أيضا منفذ USB-C عشان تشبكه في البي سي. وفيها خاصية الباس ثرو، يعني راح تطلع منها صورة وصوت عن طريق مخرج الـ HDMI Out، وبتعطيك أيضا دقة عرض 4K وتردد 120 هرتز. هذا يعني أن جودة الصورة والصوت بتكون كأنك شابك الـ HDMI مباشرة من الجهاز إلى شاشة التلفزيون. والمايكروفون في جودة عالية جدا، وفي تقنية بلوتوث دول ديفايس ميكسينج، واللي يخليك تشبك السماعة على جوالك عن طريق بلوتوث وتكون مشبوكة في باقي الأجهزة في نفس الوقت عن طريق الوايرلس. يعني مثلا تكون مشغل الديسكورد في جوالك وتسولف مع أخوياك، وفي نفس الوقت تلعب لعبة وتسمع صوت اللعبة. وفي تطبيق متوفر لها اسمه جي هاب، تقدر عن طريقه انك تعدل على الترددات الموجوده في الصوت بحسب اللي يناسبك. ويعطيكم العافيه، واشوفكم في فيديو ثاني على قناه ترو جيمنج. كان معكم فهد الشيحه، مع السلامه.